الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يدعو جميع الأطراف إلى تسهيل تشكيل الحكومة المنتظرة. في دورة تعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا، أعضاء الأمم المتحدة يصادقون اليوم على إعلان مناهض للإجراءات الأحادية في مواجهة الأزمات الدولية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في بانوراما التي تأتيكم من قناة النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها منطقة جبل موسى وسانت كاترين. كما استعرض الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، منها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر. كما قامت السيدة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض تطورات تفعيل صندوق مصر السيادي واستراتيجية عمله التي تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة ودفع معدلات النمو الاقتصادي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود ومراحل المشروعات العمرانية لتطوير تلك المناطق بالاتجاهات الجغرافية المختلفة حول محافظة القاهرة ورفع مستواها من كافة الجوانب الهندسية والتنظيمية والبيئية، موجها سيادته في هذا الصدد باستمرار تلك الجهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والإنسانية، تأسيسا على التجارب الرائدة الناجحة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية. كما عرض السيد وزير الإسكان مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية خاصة بمنطقتي الفسطاط ومحيط متحف الحضارة، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
لتطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، وكذا بالامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضري للمدينة والخدمات المختلفة بها بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة. تسعى الدولة للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة نهاية هذا العام، وتبلغ مساحة المنطقة نحو 60 فدان، تعتزم الدولة جعلها مزارا سياحيا فريدا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من منطقة عين الصيرة مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية هل لك أن تنقل لنا الصورة هناك؟ بالفعل، يعني نحن نتحدث في هذا المكان عن مزار سياحي هام سوف يغير وجه تلك المنطقة. يعني نحن نعرف أن منطقة عين الصيرة هي منطقة تراثية، يعني كانت تضم بحيرة كانت بها العديد أو كميات كبيرة من المخلفات الصلبة تصل إلى نحو 200,000 متر مكعب. يعني تلك المخلفات تم عمل بعض التكريك لها من قبل وزارة الإسكان والشركات المنفذة لهذا المشروع حتى تم تنقية تلك المياه. أيضا يعني قامت وزارة الإسكان بعمل بعض اللاندسكيب لتلك المنطقة عن طريق إضافة بعض النجيل وزراعة بعض النخيل لتطوير تلك المنطقة وتحسين المظهر الجمالي لبحيرة عين الصيرة. أيضا يعني تم هدم بعض المناطق العشوائية من مدابغ التي توجد بجوار سور مجرى العيون، وهذه هي تكون المرحلة الثانية من المشروع. إذن نحن نتحدث أيضا عن مجموعة من المحاور الرئيسية والكباري. تلك المحاور الرئيسية يعني هي التي قد توجد في هذا الاتجاه. تلك المحاور الرئيسية هي لتسهيل الحركة المرورية في منطقة عين الصيرة. يعني إذا نظرنا قليلا في هذا الاتجاه سوف نجد كوبري عين الصيرة، وهذا الكوبري يقوم بتسهيل الحركة المرورية القادمة من منطقة أو من طريق صلاح سالم إلى طريق الأوتوستراد وطريق الدائري، وهذا الكوبري سوف يقوم بعمل سيولة مرورية هنا بجوار متحف الحضارة، خاصة وأن متحف الحضارة سوف يستقبل نحو 40 مومياء لملوك وملكات مصر في عصور الدولة القديمة. وأيضا يعني هذا الموكب سوف يشهد يعني احتفالية كبرى تقيمها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة بحضور عدد من الشخصيات الهامة وعدد من الزعماء، خاصة وأن يعني هذا الموكب سوف يكون يليق بملوك مصر القدامى من إبان عصر الدولة الفرعونية. هناك أيضا يعني تم يعني عمل بعض النوافير نحو 13 نافورة في يعني هذه المنطقة لي يعني إظهار شكل جمالي. هذه النافورة سوف تضيء في ساعات المساء، وأيضا سوف يتم إضافة بعض المقاهي والكافتريات وأيضا بعض السينمات في هذه المنطقة. أما إذا تحدثنا عن هذا المشروع بشكل تفصيلي سيكون معنا على الهواء مباشرة المهندس ماهر محمد، وهو يعني استشاري مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة. باشمهندس ماهر، برحب بحضرتك وعايزين نعرف ايه تفاصيل المشروع ده بشكل اكبر حتى يكون المشاهد على علم بهذا المشروع الكبير. المشروع فيه اكبر كمية مسطحات خضراء، اكتر من حوالي 21 فدان مسطحات خضراء كبيرة جدا. المشروع فيه بحيرات جزر صناعية، في جزيرة صناعية كبيرة لو شايفينها قدامنا كده مباشرة. الجزيرة دي فيها أكبر نباتات قيمة جدا مثل جزيرة النباتات في أسوان، نباتات تاريخية وقيمة. وعندنا برضو جزيرة صناعية أخرى معمولة كمطعم في وسط البحيرة، وعندنا اللسان، منطقة اللسان داخلة جوه البحيرة برضو كعمل صناعي، في مطاعم سياحية كبيرة وفي كافيتريات. فالمطعم كمان من ناحية الشكل السياحي عندنا 3 مطاعم سياحية، عندنا جزر صناعية فيها برضو كافيتريات، وعندنا ساحة الشاي. ده بالنسبة للشكل العام، وفي كأجمل مسطح أخضر. عندنا طبعا في كأعمال لوجستية خدمات هنا، محطات المية ومحطات الري ومحطة وخزان الحريق، وعندنا 4 محطات كهرباء ب4 ميجا،
قدراتهم تغطي المنطقه بالكامل. بالاضافه عندنا مساحات للاطفال، العاب الاطفال وكده. الحاجه الثانيه كمنطقه سياحيه اتغيرت بالكامل، عندنا محطه اسمها معالجه للمياه البحيره، عشان مياه البحيره كاستمرار كده بئر جوفي وكبريتي، فبيحصل محطه معالجه لهذا البئر الجوفي. المحطه ديت بتعمل معالجه لل 3000 متر مكعب يومي للبحيره، بناخد منها 2000 متر مكعب بيروح لمزارع سمكيه، و500 بيرجعوا تاني للتسميد هنا للارض الزراعه في الخط الري، وبنعمل احواض سمكيه هنا كذريعه بتدخل في البحيره، بحيث احواض زراعه سمكيه اسماك نادره بتعيش في هذه البحيره. يعني هنقول المكان ده يبقى مزار سياحه عالمي يضاهي بعض المزارات السياحيه في الدول الاخرى. هو طبعا بتحول المنطقه من شكل الى شكل اخر، بجوار متحف الحضاره وامامك الاعلى من القلعه من الناحيه الثانيه وجبل المقطم، فالمنظر طبعا وكمان منظر جميل جدا، تحولت منطقه سياحيه بالدرجه الاولى. تمام، بشكر حضرتك جدا المهندس ماهر محمد، وهو استشاري مشروع تطوير بحيره عين السيره. يعني كما نرى في الخلفيه منطقه اثار القلعه تظهر في الخلفيه، ايضا هنا بحيره عين السيره، متحف الحضارات في الجهه الاخرى. نحن نتحدث عن مزار سياحي كبير، مزار سياحي سوف يغير وجه منطقه الفسطاط وعين السيره. هذا المشروع من المقرر انتهاء من مرحلته الاولى التي نتواجد بها الان، وهي تطوير هذه البحيره في نهايه هذا العام، بالاضافه ايضا الى البدء في مراحل اخرى، وهو يعني انشاء بعض المراكز الثقافية وبعض يعني الحانات وبعض الأماكن الترفيهية الأخرى بجوار منطقة أو بجوار سور عين أو سور مجرى العيون في المرحلة الثانية. يعني تلك المرحلة يتم الآن أيضا البدء في أعمال التنفيذ بها، ومنها المقرر أيضا الانتهاء منها في أوقات لاحقة. الزميل أشرف مبارك من منطقة عين السيرة، نشكرك شكرا جزيلا، كما نوجه الشكر أيضا لضيفك الكريم، شكرا جزيلا لكما. طلب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب طلب جميع الأطراف السياسية التعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة والعمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور. وأضاف أديب أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر والدولة نحو المزيد من العجز. على أمل إيجاد مخرج لأزمة سياسية واقتصادية متفاقمة، دعا رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب الأطراف السياسية اللبنانية إلى تسهيل تشكيل الحكومة التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع، وحث الجميع على العمل كي تنجح المبادرة الفرنسية على الفور. وتواجه عملية تشكيل الحكومة مأزقا بسبب مطالبة الكتلتين الشيعيتين المهيمنتين في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، بتعيين وزراء شيعة في الحكومة منهم وزير المالية. ويطمح أديب في تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ عام. وتمارس فرنسا ضغوطا منذ انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس الماضي على القوى السياسية لتشكيل حكومة تعمل على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية التي تمثل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد، بعد التحية، كيف تتابع مشاورات تشكيل الحكومة وقراءتك لدعوة أديب لجميع الأطراف حتى يكون هناك تسهيل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة؟ عملية تشكيل الحكومة في مرحلة صعبة وضيقة نتيجة الخلافات حول وزارة المالية في البداية، وقد استجد يعني هذه المواقف السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين والخطاب السياسي المرتفع النبرة والذي ربما أثار قلقا لدى كثيرين، أيضا ربما ساهم في تأزيم الوضع الحكومي أكثر. هناك اليوم محاولة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في مسعى يعني تذليل بعض الصعوبات، وخصوصا فيما يتعلق بوزارة المالية، إضافة إلى هناك اتصالات كان أجراها الرئيس الفرنسي خلال أيضا اليومين الماضيين مع عدد من المسؤولين اللبنانيين. يعني يؤمل أن تساهم هذه الاتصالات في حلحلة هذه العقدة، ويعني ربما يكون هناك اتجاه الى بعض الحلحله خلال الساعات المقبله، هذا متوقع يعني بشكل
جدي. نعم نعم. السيد أحمد، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، نشكرك شكرا جزيلا. قال عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، قال إن قرار المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي باستئناف تصدير النفط قرار جيد، وإن العائدات ستوضع في بنوك تحت تصرف الشعب الليبي. قرار كان واضح وكان مهم جدا، لأنه تناول كل مطالب الشعب الليبي، وهي العدالة في التوزيع، عدم إهدار موارد النفط، جميع المتحصلات اللي تأتي من النفط تودع في أماكن أو في بنوك تحت تصرف الشعب الليبي كله، ويتم البث فيها لاحقا. نأمل أن يكون في ذلك لاحقا، نقصد به أن يكون في هناك حكومة ليبية واحدة موحدة تنظر إلى مصالح كل الليبيين. من جانبه طالب عبد الجليل معيوف المستشار النفطي في الحكومة الليبية المؤقتة بضمانات أمريكية لتقسيم عوائد النفط، محذرا من أن تشرف على تصدير المؤسسة التابعة لما يسمى حكومة الوفاق. في الاتفاق هناك دعم المؤسسة الوطنية للنفط. أنا تساءلت ما أي مؤسسة، هل هي المؤسسة اللي رأسها صنع الله والباين أن هذا هو الاتجاه هيك، أو المؤسسة الشرعية اللي في بنغازي؟ نحن نتمنى أن تكون المؤسسة الشرعية في بنغازي هي اللي تقوم بهذا الإجراء، لكن إذا فتحت الموانئ وبدأ التصدير والمشرف على هذا هو المؤسسة الوطنية اللي رأسها صنع الله، فلذلك حنعود للمربع الأول إذا لم يكن هناك ضمان من الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم عوائد النفط. أعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية والحكومة الألمانية تحضران لعقد قمة ليبية أخرى على غرار مؤتمر برلين في 5 أكتوبر المقبل. وأوضح حق في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن الاجتماع الافتراضي سيضم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى عدد من الدول الكبرى والإقليمية. قال مسؤول أمريكي كبير إن بلاده ستفرض اليوم 2 عقوبات على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية. مرحلة جديدة من العلاقات المتأزمة بالأساس بين واشنطن وطهران تأتي ضمن سياسة أقصى الضغوط التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران. وخلال ساعات سيعلن الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أكثر من 24 شخصية وكيان شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية. وفي أول رد فعل لها تقول إيران إن حالة الفرض الدولي للإجراء الأمريكي الأحادي سيحول سياسة الضغط القصوى إلى عزلة قصوى لواشنطن، وتعهدت بمواجهة ما وصفته بالتنمر الأمريكي. بصفتي رئيسا لإيران أود اليوم أن أعلن أنه إذا لجأت أمريكا للبلطجة، حيث تصر بشكل غير دقيق على أنها تمكنت من استئناف القرارات ضد إيران وهو أمر لا يقبله أحد، وتتخذ إجراء وتفعل شيئا، سيتعين عليها مواجهة ردنا الحاسم، ليكن واضحا أن إيران لن تستسلم للتنمر الأمريكي في أي مرحلة، وفي هذه المرحلة أيضاً ستواجه إيران البلطجة الأمريكية. الولايات المتحدة التي أخفقت في تمديد حظر الأسلحة على طهران حذرت بدورها من عواقب ستطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، وتصر واشنطن على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه في عام 2018، ويحق لها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات. وردا على ذلك، وفي بيان مشترك عن الدول الأوروبية السلاسل الموقعة على الاتفاق، فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدت فيه عدم وجود أي أثر قانوني للخطوة الأمريكية. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن اعتبار واشنطن مشاركة في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه، وبالتالي لا يمكنها إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الأممية. وقد رفعت العقوبات الأممية في عام 2015 بعد توقيع الدول الست الكبرى مع إيران اتفاقا للحد من برنامجها النووي مقابل دخول السوق العالمية،
وتخلى ترامب عن الاتفاق في مايو 2018 ليعيد فرض العقوبات الأمريكية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. يصادق أعضاء الأمم المتحدة اليوم على إعلان مناهض للإجراءات الأحادية في مواجهة الأزمات الدولية وفرض انتشار فيروس كورونا على الجمعية العامة للمنظمة الدولية، دورة استثنائية يتم فيها الاستماع لكلمات القادة مسجلة عبر الإنترنت. على وقع أزمة صحية عالمية غير مسبوقة خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية بسبب جائحة كورونا، تحتفل الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها 75، دورة استثنائية بكل المقاييس ستكون اجتماعات الجمعية العامة هذا العام، حيث افتتحت المنظمة أسبوعها السنوي لخطابات القادة بصورة افتراضية، كما ستكون كلمات الزعماء مسجلة عبر الفيديو بسبب الحجر الصحي المفروض في نيويورك حيث مقر المنظمة على الزائرين الأجانب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد في كلمة له أن تعددية الأطراف ليست خيارا بل ضرورة، مشيرا إلى أن اجتماعات الجمعية هذا العام ستشهد أيضا عدة قمم افتراضية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي وانتشار كورونا وليبيا ولبنان. ويتضمن جدول أعمال الجمعية كلمات لرؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، كما يصادق قادة الدول خلال أعمال الدورة على إعلان مناهض للإجراءات الأحادية، ويعبر عن حسن النوايا تم تبنيه في يوليو الماضي بعد التفاوض بشأنه لفترة طويلة. ويعترف الإعلان أنه في الذكرى 75 لتأسيس الهيئة الدولية، فإن العالم لم يعد ذلك الذي كان يتطلع إليه مؤسس المنظمة في ظل تزايد التباينات ومخاطر الفقر والجوع والنزاعات المسلحة والإرهاب وانعدام الأمن والتغير المناخي والأوبئة. لكن الإعلان يشير أيضا إلى أن المنظمة واكبت في الوقت نفسه إنهاء الاستعمار وروجت للحرية وخففت حدة عشرات النزاعات وأنقذت مئات آلاف الأرواح بفضل العمل الإنساني. ومن هذا المنطلق يؤكد قادة الدول في الإعلان أنه بعد انتهاء وباء كورونا ستكون هناك فرصة تاريخية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة. من جانبهم يؤكد محللون وخبراء على ضرورة الخروج من ثقافة الحرب الباردة والصراعات الثنائية بين القوى الكبرى حتى تكون هناك فرص حقيقية لإصلاح المنظمة الدولية الأم التي تضم في عضويتها 193 دولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد العناني الباحث السياسي. أستاذ أحمد، دورة استثنائية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، كيف ترى هذا الجدول، جدول أعمال الجمعية، وما سوف يتم مناقشته من موضوعات تفرض نفسها على الساحة؟ يعني بكل تأكيد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75 من وجهة نظري ستتطرق إلى بعض الملفات التي تهم الأسرة الدولية والمجتمع الدولي ككل، وعلى رأسها حقيقة جائحة كورونا، يعني إيجاد حل وسبل تغلب الدول والمجتمع الدولي على جائحة كورونا وما خلفته جائحة كورونا من يعني تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي تضررت منه الدول الكبرى، حتى الدول يعني الحقيقة الاقتصادية الكبرى، إذا نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الفرنسي، الجانب الألماني التي تعتبر ألمانيا خطيرة التنمية في الاتحاد الأوروبي، الدول الإفريقية، كل دول العالم تضررت بسبب جائحة كورونا. وبالتالي يعني ربما نرى الحقيقة تدخل من بعض الزعماء في طرح يعني فوق الأمر يعني علاج لهذا الفيروس، وربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ على عاتقها أن يكون هناك لقاح جاد أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الحقيقة التغلب على جائحة كورونا. هناك بعض الصراعات يعني الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، إذا كنا نتحدث عن التدخلات التركية في منطقة الشرق الأوسط وهو في منطقة الشرق المتوسط، وهذا ما يهم دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك يعني تدخل سافر من الجانب التركي، ربما تركز في كلمة بعض الدول الأوروبية خاصة الجانب الفرنسي الذي سيلمح من وجهة نظره بشكل كبير على التدخلات التركية في شرق المتوسط،
وإيجاد حل لي يعني حل الأزمة ما بين كل من قبرص واليونان والجانب التركي فيما يخص هذا الأمر، ناهيك عن قضايا المناخ التي تهم زعماء قارة الحقيقة القارة الأوروبية والقارة الإفريقية بالتحديد، التي يعني تخلف مشاكل كبيرة خاصة في الدول النامية في القارة الإفريقية. مكافحة الإرهاب أظن أن مصر سيكون لها دور كبير من خلال يعني إلقاء كلمة مصر، أن مصر دائما ما تحارب الإرهاب يعني نيابة على العالم. مصر حققت يعني إنجازا كبيرا في مكافحة الإرهاب، إذا كنا نتحدث عن مكافحة الإرهاب في سيناء نتحدث حقيقة عن تبادل المعلومات، نتحدث عن دور مصر الحقيقي في تقريب وجهات النظر مع الفرقاء الليبيين، نتحدث عن دور الدولة المصرية في يعني العمل على استقرار المنطقة. أعتقد أن مصر سيكون لها دور فيما يخص يعني طرح حقيقي ويعني نقاش حقيقي سيكون يعني بمثابة وضع روشتة لي يعني أمن المنطقة. هناك يعني الحقيقة ملفات كبيرة، نتحدث عن إزالة الأسلحة النووية، هناك مناوشات ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية مع الجانب الإيراني، ورأينا يعني الجانب الحقيقة الإدارة الأمريكية فرضت وعادة العقوبات الشاملة على الحقيقة الجانب الإيراني، وبالتالي أعتقد أن سيكون في كلمة الولايات المتحدة الأمريكية ستركز وبشكل كبير أن تحث المجتمع الدولي على فرض العقوبات على الجانب الإيراني، لأنها ترى أن إيران تهدد أمن المنطقة من خلال أذرع. أعتقد أن دول أيضا مجلس التعاون الخليجي ستتحدث وبشكل كبير إذا كان يعني هناك من المتوقع أن تكون هم يعني كلمة تتحدث عن الحقيقة أمن المنطقة والتدخلات الإيرانية وزعزعة استقرار أمن الملاحة البحرية. نعم معك أستاذ أحمد، نعم أسمعك. يعني الحقيقة أنا من وجهة نظري يعني الملف الليبي أيضا، لا ننسى أن الملف الليبي والقضية الفلسطينية سيكون هناك في واقع الأمر التحدث عن التدخل التركي السافر في الداخل الليبي والمجتمع الدولي فيما يخص التحرك الأوروبي، لأن ألمانيا رأت في السابق يعني مؤتمر برلين الذي تحدث بشكل كبير على لجنة 5+5 على حالة الأزمة، على انسحاب الحقيقة الميليشيات الأجنبية، على تفكيك الأسلحة في الداخل الليبي. أعتقد أن يعني ليبيا تهم الدول الاتحاد الاوروبي، لان امن الحقيقه الامن الحقيقه لدول الاتحاد الاوروبي تاثر بشكل كبير عبر المتوسط، وبالتالي سيكون هناك يعني في خلال هذا الملف بالتحديد تركيز من دول الاتحاد الاوروبي وايضا دول جوار ليبيا، اذا كنا نتحدث عن مصر عن الجزائر عن تونس. اعتقد ان هذا الملف هو ملف هام بالنسبه لدول الساحل والصحراء ودول الاتحاد الافريقي وايضا الاتحاد الاوروبي. نعم العديد من الموضوعات والقضايا المنتظره في هذه الدوره الاستثنائيه. الأستاذ أحمد العناني الباحث السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر قناة النيل، شكرا لك. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 866 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 89532 حالة. وقالت إنه تم تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بالفيروس و20 حالة وفاة أمس الأحد، وبلغ إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا 102015 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 5770 حالة وفاة. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 31 مليون إصابة، في حين تجاوز عدد الحالات حالات الوفاة 965 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة مسجلة نحو 7 ملايين إصابة، إضافة إلى أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها الهند من حيث عدد المصابين. دخلت اليوم القيود الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا حيز التنفيذ في العاصمة الإسبانية مدريد وضواحيها، لتلزم السكان بالبقاء في منازلهم معظم الوقت. في المقابل أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرين تخفيف القيود الصحية في معظم المناطق إلى أدنى مستويات الإنذار، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو القضاء على كوفيد 19.
عاد اليوم الطلاب في العاصمة الكورية الجنوبية سول والمناطق المحيطة بها إلى المدارس للتعلم وجها لوجه وسط تباطؤ تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تظل عودة الطلاب إلى المدارس في سول والمناطق المحيطة سارية المفعول حتى 11 من أكتوبر المقبل. وبموجب إجراءات المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي سيقتصر الحضور على ثلث عدد الطلاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثلثين في المدارس الثانوية. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. اعتقال مئات الأشخاص على خلفية احتجاجات بيلاروسيا وأوروبا تؤكد أنها لا تعترف بلوكاشينكو زعيما شرعيا للبلاد. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الاقتصاد والزميل محمد سليمان. أهلا بك. أهلا بك عمرو، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أخبار اقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وأبرز ما فيها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن تداعيات أزمة كورونا لم توقف عجلة الانتاج في الاقتصاد المصري. مرحبا بكم. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا لم تؤدي إلى وقف عجلة الانتاج في الاقتصاد المصري. وأشار المركز إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها وساندها الشعب ظلت حائط الصد وراء صمود الاقتصاد المصري. واستشهد المركز بزيادة الطلب على السندات المصرية وزيادة عدد الشركات والمنشآت التي تم تأسيسها، إلى جانب تراجع العجز الكلي وتحقيق فائض أولي بالموازنة. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار مد ساعات العمل بمراكز التكنولوجية وبأجهزة المدن الجديدة حتى 5 مساء، وذلك لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء. وأشار الجزار إلى استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى 3 عصرا، وذلك لاستقبال الطلبات حتى يوم 30 من سبتمبر 2020. وأضاف الوزير أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون وترك البت في قبول التصالح للجان المختلفة. تفقدت وزير التعاون الدولي رانيا المشاط مدرسة الفتاتيح التكنولوجية بالأقصر والتي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. أشارت المشاط إلى أن برنامج المدارس الذكية بصعيد مصر نموذج للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أنه سيتم تدشين 1300 مركز وتجمع حتى 2021. ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين قابلتها عمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المكاتبة بالبورصة المصرية مستوى 620.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 543.7 مليون جنيه. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجاك 30 تراجعا بنسبة 74%، في حين ارتفع مؤشر إيجاك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 51%. تتواصل فعاليات معرض أهل المدارس المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويضم المعرض المقام في 4 قاعات رئيسية جميع المستلزمات الدراسية، ويستمر المعرض حتى في الفترة من 20 وحتى 27 من سبتمبر الجاري تحت رعاية مجلس الوزراء بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% بمشاركة 300 شركة.
على أبواب هذا المعرض كان أهلنا هو العنوان ومدارس هي التخصص لتكتمل المنظومة بأهل المدارس في ثوبها الجديدة بنسختها الخامسة والتخفيضات بها تصل إلى 30%. معرض أهلا مدارس السنة دي بيقام خلال 7 أيام، تم الموافقة من مجلس الوزراء على إقامة هذه المعارض. نسب التخفيضات بتصل إلى أكثر من 30%. إحنا موجودين السنة دي في 12 محافظة، 19 معرض ثابت و21 معرض متنقل، وجاري التوسع أيضا في زيادة عدد المحافظات المشاركة. عندنا 175 شركة مساهمة أو مشاركة هذا العام، سواء شركات قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، وده في إطار الشراكة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص. البداية كانت من هنا مع افتتاح وزير التموين والصناعة للمعرض الرئيس بالقاهرة، لتنتشر بعدها المعارض بـ 12 محافظة إضافة إلى 21 معرض متنقل أيضا. كل اللي أقدر أقوله إن في أكتر من 250 شركة عرضة في هذا المعرض، وده في دعم للمنتج المحلي ودعم للصناعة الوطنية. ويحضرني من 3 سنين كان يمكن نسبة التصنيع المصري بجد لا تزيد عن 20%. كل ده حرص على ان هو يتيح فرصة طيبة لأصحاب المشروعات والشركات والمحلات التجارية، وفي نفس الوقت علشان أقدر أوفر المستلزمات اللازمة لكل العام الدراسي. فهنا يوجد كل ما يحتاجه الطالب المدرسي من كراسات وكشاكيل وزي مدرسية وشنط أيضا. الأسعار بها تنخفض عن السوق الخارجي بنسب كبيرة، يستطيع من خلالها المواطن شراء كل ما يحتاجه لأبنائه. عندي خصومات تصل لحد 50%. المعرض ما شاء الله طبعا ليه سمعة كويسة جدا وناجح لسنوات طويلة، فمنتظرينكم إن شاء الله بإذن الله وتستمتعوا كده بالخصومات بإذن الله. المواطن وكالعادة وجد في تنظيم الدولة لتلك المعارض سبيلا لتوفيره، فبحسب الكثيرين منهم فإن التخفيضات بتلك المعارض زادت من القدرة الشرائية لهم لتلبية كل احتياجاتهم من مستلزمات المدارس. توفير كبير جدا، أسعار عن برة فرق كبير، يعني الحاجة برة الضعف. أنا بحب جدا المعارض لأن برضه فيها حاجات كويسة، فيها كل حاجة متوفرة في مكان واحد. هنا في حاجات ممتازة وحاجات كويسة وفي تخفيضات عالية وجميلة وفي متناول للجميع. انتهى الحديث بالتوفيره وحالة الأريحية تلك عند المواطن. وما على المواطن إلا أن يذهب إلى تلك المعارض التي تنتشر بمحافظات الجمهورية حتى يحصل على التخفيضات الموجودة بها والتي تصل إلى 30%. رمضان الشحات، النيل. أعلنت وزير التجارة والصناعة ليفين جامع عن انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوما جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا. وأشارت جامع إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا، حيث وافق على مد الاستثناء لدول الكوميسا حتى 30 من يونيو 2021. تأت أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميل عمرو الشهاب لاستكمال بانوراما. تفضل عمرو. شكرا لك زميلي محمد. اعتقلت الشرطة في بيلاروسيا نحو 450 شخصا في العاصمة مينسك خلال تظاهرات احتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد وفاز فيها ألكسندر لوكاشينكو. في غضون ذلك قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الوضع في بيلاروسيا متدهور للغاية، مجددا عدم اعتراف أوروبا بلوكاشينكو كزعيم شرعي للبلاد. أجواء مشحونة بالغضب غطت سماء العاصمة البيلاروسية مينسك، أثارتها موجة الاعتقالات التي طالت المئات خلال مظاهرات احتجاج تندد بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد وفاز فيها ألكسندر لوكاشينكو. مجلس التنسيق المعارض الحليف المقرب من المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا حذر من مرحلة جديدة من تصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين. في غضون ذلك جدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تأكيداته بأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو كزعيم شرعي للبلاد. يؤسفني أن الوضع لا يزال يتدهور مع استمرار القمع ضد المتظاهرين السلميين، وبينما يستطيع الجميع مشاهدة الصور على التلفزيون أشعر بتأثر شديد حيال ذلك. اسمحوا لي بالتأكيد على أننا سندعم الحوار الوطني الشامل وحقوق الشعب في بيلاروسيا في انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن اعتبار ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية
لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي جوهر هوية الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك التقت زعيمة المعارضة البيلاروسية خانوفسكايا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وتناول الجانبان الأوضاع المتدهورة في بيلاروسيا. وأفاد مسؤولون أن لوكاشينكو فاز بولاية سادسة بأكثر من 80% من الأصوات، لكن المعارضين وبعض العاملين في الانتخابات قالوا أن النتائج مزورة. طلب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من أعضاء مجلس الشيوخ طالب عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية. فيما يبدو محاولة منه لترسيخ سلطة المعسكر الجمهوري في المحكمة العليا الأمريكية، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيعين سريعا جدا امرأة موهوبة خلفا للقاضية روث جونسبورغ التي توفيت الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما. وأثارت وفاة جونسبورغ التكهنات حول إمكانية تغيير التوازن الأيديولوجي داخل المحكمة التي يحظى المحافظون بالأغلبية فيها بواقع 5-4، إذ ستعطي تسمية ترامب للقاضية الجديدة المحافظين أغلبية 6-3 داخل المحكمة، وهو ما لم يحدث منذ عهد الرئيس رونالد ريغان. وقد لقت خطوة الرئيس الأمريكي معارضة من خصومه في الحزب الديمقراطي وفي مقدمتهم منافسه جو بايدن الذي دعا مجلس الشيوخ إلى عدم التصويت على هذا التعيين قبل أن يختار الأمريكيون رئيسهم في الانتخابات المقررة في 2 نوفمبر المقبل. لا أعتقد أن المواطنين الأمريكيين سيؤيدون هذه الخطوة. لقد قالها الرئيس ترامب بصراحة، إنه سيفعل ذلك من أجل السلطة، إنها قضية سلطة بكل بساطة ووضوح. كما انتقد بايدن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإعلانه أنه سينظم تصويتا على اختيار خلفا لجونسبورغ، رغم أنه رفض استجواب قاض عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما عام 2016 بحجة أنه عام انتخابي. أحد أسباب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على تعيين القاضي هو احتمال أن ترفع للمحكمة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كما حدث عام 2000 عندما حكمت لصالح جورج بوش الابن ضد المرشح الديمقراطي الجور. كما يخشى الديمقراطيون أن تستخدم محكمة ذات ميول محافظة أغلبيتها في إلغاء حق الإجهاض الذي يدعمونه، وقد تلغي أيضا برنامج أوباما كير للرعاية الصحية لمحدود الدخل الذي يستفيد منه الملايين. كما يتوقع أن تكون المحكمة أكثر تحفظا تجاه قضايا حمل السلاح. لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في الهند، وأصيب 11 آخرين جراء انهيار مبنى سكني وسط البلاد. وقالت مصادر طبية أن رجال الإنقاذ يعملون في الوقت الحالي للبحث عن العشرات من الأشخاص الذين يخشى أن يكونوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 4 طوابق في ولاية ماهارا شترا. ويعود إنشاء هذا المبنى إلى أكثر من 30 عاما، وكان يحتاج إلى إصلاحات ولم يتم تنفيذها بسبب الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا. وسط إجراءات احترازية مشددة، ضريح تاج محل في الهند يعيد فتح أبوابه أمام الزوار بعد 6 أشهر من الإغلاق. بداية غير كل بداية. هنا بيتولد نور جديد لطفل لسه ما اتولدش. عصر جديد، فكر مختلف بينور طريقنا وبيكشف لنا امبارح والنهاردة. هو ده النور اللي بيربطنا بالعالم، اللي دايماً بنرجع له وبيزود ثقتنا في بلدنا، اللي بيها نقدر نواجه الإشاعات اللي عايزة تفرقنا. لمستقبل لازم كلنا نبنيه سوا، نبنيه بالفكر والمعرفة، لأن التطور والتكنولوجيا هم سلاحنا. لطفلة هتبقى بكرة أم، لطالب هيشيل بكرة مسؤولية بلد، لشاب بقوة علمه هيقدر يحمي شعب. هم دول نور مصر، اللي وجودهم مع بعض هو مصدر قوتهم. قوتهم في الرابط ما بينهم، حبهم لبلدهم هو اللي مخلي إيدهم في إيد بعض
كل لما بيقربوا من بعض بيوصلوا بطموحهم لبعد تاني ملوش سقف ولا ليه حدود. والنهاردة مهما اختلفت الأجيال موقع واحد بيجمعنا. هو ده النور، نور بيجمع. residency.eg. والآن مشاهدينا مع الأخبار الرياضية والزميلة دينا شرف، أهلا بك دينا. شكرا لك دينا. في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة في الهند أعيد افتتاح ضريح تاج محل الذي يعتبر من أبرز المعالم السياحية في العالم اليوم بعد 6 أشهر من الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا رغم ارتفاع عدد الإصابات. وتؤكد السلطات أنه يتم تطبيق بروتوكول صارم لوضع الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي لزائر الضريح. بعد إغلاق دام 6 أشهر للحد من تفشي جائحة كورونا، أعاد ضريح تاج محل في الهند فتح أبوابه أمام الزوار في خطوة تهدف إلى إعادة إطلاق العجلة الاقتصادي في البلاد رغم تزايد عدد الإصابات بالفيروس. لقد فقد الكثير من الناس وظائفهم خلال فترة الإغلاق، لقد عانى المواطنون كثيرا، وحان الوقت لإعادة فتح البلاد بالكامل. ضريح تاج محل الرخامي في مدينة أجرا في جنوب نيودلهي الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم يجتذب نحو 7 ملايين زائر سنويا. وشيد هذا الضريح المصنوع من الرخام الأبيض المزخرف بالأحجار الكريمة بين عامي 1631 و1648 على يد الإمبراطور المغولي شاه جهان تكريما لذكرى زوجته المفضلة ممتاز محل، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتؤكد السلطات أنه يتم تطبيق بروتوكول صارم لوضع الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، ولن يكون بإمكان الزوار لمس الرخام. وتم تحديد عدد الزوار بحد أقصى يبلغ 5000 زائر يوميا، أي ربع العدد المعتاد، على فترتين مع حجز التذاكر مسبقا عبر الإنترنت. كما غلف المقعد الشهير الذي يجلس عليه الزوار لالتقاط الصورة التقليدية بالبلاستيك بحيث يمكن تطهيره بانتظام دون إلحاق ضرر به. فيروس كورونا موجود في كل بلد، نحن نتخذ كل الاحتياطات اللازمة، يجب أن نكون حذرين، لكن إذا كان مقدرا لنا أن نصاب بالفيروس فسنصاب به. الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة هي ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة بكورونا، وتسجل حالياً ما يقرب من 100,000 إصابة يومية جديدة. إذن مشاهدينا انتهت نشرتنا، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يدعو جميع الأطراف إلى تسهيل تشكيل الحكومة المنتظرة. في دورة تعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا، أعضاء الأمم المتحدة يصادقون اليوم على إعلان مناهض للإجراءات الأحادية في مواجهة الأزمات الدولية. إذن مشاهدينا انتهت نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، كما نشكر الزميل مذيع الإشارة عماد عبد الحليم، والشكر لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.